هل هناك قوانين تحمي اليوم التمور العراقي من موضوع الاستيراد وغيرها؟ هو هذا متداول، وللأسف هذا يسبب لنا مشكلة، إنه عدم قدرة الانتاج المحلي مقارنة المستورد. ليش؟ أنت لاحظ دائما السوق العراقية يحاولون يضربوها بأي ناحية، يعني إيش قد ما تكون الكلفة عالية ببلدهم ينطوب أبخس الأسعار في سبيل يضرب المنتوج العراقي، لأن بعدين يسيطر. إحنا نعتبرها حرب اقتصادية. نعم. إحنا في منظورنا نعتبرها حرب اقتصادية، لكن إحنا هذه نقدر نرد هذه الحرب. أولا مثل ما تفضلت، هذا النفس اللي موجود متداول خاصة بمسألة التمور. لاحظ، أنا ملاحظ الأغلب الأحيان خاصة من نفطر بالمعارض ما يتجه للمستورد، لأنه شو مثل ما تقول شيله حميته كذا، أي وطنيته ما يقبل. نعم. يقول أنا 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 إنتاج يفضل منه، هو قانع إنه إحنا فعلا إحنا المنتجين. يعني شنو مثل ما شخص يجي يسرق مجهودك ويسرق إنتاجك ويحاول، أنت الأفضلية طبعا. بعدين هذا الشيء موجود عالميا، أنت تمتلك 680 صنف بالعالم ما موجودة هيك طاقات، ومن أجود أنواع التمور. ومن يعني اليوم صحيح احنا عدينا المشاكل، لكن تبقى الثمرة العراقية تختلف. اليوم يحتاج لنا أمور يعني ما أعتقد هي بالصعبة، وممكن على الحكومة توفرها أيضا، ويحتاج لها مجرد أنه مناهج وبرامج. يعني يجب إشراك القطاع الخاص. نعم. في عملية الإنتاج والتسويق. اليوم مسألة أنه مسألة تسويق التمور عندنا مشلولة، يعني اليوم متوقف الشركة العراقية هي الوحيدة، وبعد 2003 اندثرت تماما اللي متوفرة بها الشركة العراقية للتمور. التمور. نعم. اللي توفر بها المخازن المبردة، اللي تتوفر بها عمليات العزل، اللي توفر بها الكبس، اللي تتوفر بها هذه كلها احنا عمليات التصنيع. شنو شغل هاي الشركة حاليا؟ اندثرت. يعني الموظفين من يروحون شي يسوون؟ لا، حالها حال كل المؤسسات اللي معطلة لا توجد بها اي شيء.